بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، خادم الحرمين الشريفين، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا المقام الرفيع أن أرفع إلى مقامكم السامي يا صاحب الجلالة، أيدكم الله، أصدق مشاعر التهاني والتبريكات لترأسكم الدورة الحالية لمقام المجلس الأعلى الموقر. ونحن على يقين بأن رئاسة مملكة البحرين ستكون بتوجيهاتكم السديدة وحكمتكم البالغة محققة بإذن الله تعالى للأهداف السامية النبيلة التي تسعون أصحاب الجلالة والسمو إلى تحقيقها، تلبية لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل. كما يشرفني أن أتوجه بالتهنئة الصادقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أيدكم الله وسدد خطاكم على ما تميزت به رئاستكم للدورة 36 للمجلس الأعلى من حكمة وحنكة ونفاذ بصيرة، وما بذله الوزراء والمختصون في الحكومة الموقرة خلال عام كامل من جهد قيم في رئاستهم للجان الوزارية والفنية المتعددة، وما أسهموا به من إثراء لأعمال هذه اللجان انعكس إيجاباً في النتائج التي تم التوصل إليها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخير. ويشرفني أن أرفع لكم أصحاب الجلالة والسمو ولشعوب دول المجلس أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة احتفالات كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر بأيامها الوطنية المجيدة، داعينا الله العلي القدير أن يحفظ لدولنا أمنها وعزها ورخائها. أصحاب الجلالة والسمو، يطيب لي في هذا المقام أن أؤكد بأن ما يصدر من مقام مجلسكم الموقر من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجال العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذاً لتوجيهاتكم السامية. إنما تولونه أصحاب الجلالة والسمو من حرص واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسعيكم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في توجيهاتكم السامية والقرارات التي أصدرتموها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبذلك تؤكدون رعاكم الله أن هذا التجمع المبارك ماض بعون الله من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة في بيئة آمنة مستقرة مزدهرة ومستدامة. لقد أنهى المجلس الوزاري الموقر في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى مقام مجلسكم الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. أسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمال هذا الاجتماع الرفيع المقام بالتوفيق والنجاح، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، ويديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.